يوم القيامة هيعدي بسرعة على المسلم ولا لا؟ اولا كده لازم تبقى عارف ان يوم القيامة طوله 50,000 سنة، يعني انا وانت والناس كلها هنكون واقفين على رجلنا 50,000 سنة، والشمس هتكون المسافة ما بينها وما بين دماغنا ميل واحد. يعني حضرتك اهو والشمس اهي، شوف بقى كمية الناس اللي بتعرق وبتسيح واللي بيقع على الارض. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن هيمر عليه يوم القيامة كصلاة ظهر او عصر، يعني اكنك صليت الظهر هيكون اليوم ده عدى ويكون حضرتك في الجنة ان شاء الله. المؤمن ده بيكون نجح في اختبار الدنيا، كان بيصلي وبيقرأ قرآن واختار الاخرة عن الدنيا، نجح في كل الاختبارات. فكل حاجة انت سمعتها عن يوم القيامة هتعدي على المؤمن هوا، لكن الغير مؤمن هيحس بكل ثانية من 50,000 سنة. كان ناسي ربنا في الدنيا، كان ناسي ان في حاجة اسمها يوم الحساب اللي هو واقف فيه دلوقتي وبيتمنى انه يرجع، كان ناسي كل ده، كان فاكر كل ده مش هيحصل، كان فاكر اللي هو انا مسلم انا كده كده داخل الجنة، كان شاري الدنيا عن الاخرة، خلاص مفيش هروب. هو ده اليوم، ده اليوم اللي كل مخلوق على وجه الارض هيدفع الثمن. صلى على سيدنا محمد.